كده تمام، المحلات اتنقلت باسم حضرتك. لا مش تمام، انت تروح تسجل العقود دي في الشهر العقاري، ده اولا. وثانيا تروح للراجل بتاع اللوح تجيبه يغير اليوفط بتاعت المحلات كلها اللي انا املكها ويغيرها باسمي ويحط اللوجو بتاعي، وما تنساش فرش المكتب اللي فوق. حاضر، بكره كل ده هيكون جاهز. ثالثا، هو لسه في ثالثا؟ يا ابن ارحمني صبري بدا ينفذ. انت بتهددني في بيتي يا جنتل؟ هعديها لك. حاضر، منك ضيف عندي، بس ثالثا ده اهم حاجه في الموضوع. اتفضل انجز. لا انا اتكلم براحتي وانت تقعد تسمعني بادب، لان في ايدي ارجعك صبي زي ما كنت قبل ما تدس المخدرات في كاوتش عربيه ابويا في الليله. ياه ما تتكلمش، انا عارف. احنا دلوقتي المخدرات بتاعتك انا عديتها لك مره من غير ما اعرف، ومره فوتها في عربيه ابويا، يعني حق الله حق الله. عشان تاخد البضاعه بتاعتك دي انا الشريك في راس المال، يبقى انا ليا 250 مليون غير الفلل والعربيات والمحلات. بقول لك ايه، انا مش فاضي للوعه بتاعك ده وصبر نفس. خلاص اراهن على صبر المعلم زهران، يمكن باله يبقى طويل عنك. تعرف منين المعلم زهران؟ جالي لغايه عندي، قلت اشتري منه في حاله يعني لو صبرك نفد ولا حاجه. اعمل لك اللي انت عايزه، بس اديني فرصه ادبر الفلوس. خد وقتك على مهلك، بس بسرعه. بكره استلم السوق ومعاه كل الوصولات بتاعت التجار والصيادين. المهم استلم البضاعه امتى؟ دي حاجه بتاعتك انت بقى، انت والمعلم زهران اللي جهز لي الاول. استلم البضاعه وحلال عليك. بكره اروح السوق الاقي كل حاجه جاهزه، ووصولات التجار والصيادين واللي يفط، وانت مسجل كل حاجه في الشهر العقاري. ماشي، شرفت وانست يا باشا. غدا يا هلا. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.